نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حافظه الله ورعاه، شهد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم مهرجان جلالة الملك لسباقات القدرة للموسم الجاري، وذلك بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وذلك في ختام المهرجان الذي نظمه الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وشهد إقامة السباق الرئيسي لمسافة 160 كيلومتر. وقام سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة بتتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بطلا للمهرجان الكبير لمسافة 160 كيلومتر، حيث حقق سموه المركز الأول بجدارة واستحقاق، وفي المركز الثاني الفارس ناصر القحطاني من فريق KHK، والمركز الثالث محمد عبد الصمد من فريق الرعود. كما كرم سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الشركات والمؤسسات الداعمة والراعية للمهرجان في حفل ختام المهرجان. هذا وقد شهد المهرجان متابعة فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة المجرة الصديقة جانبا من السباق، وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالغ شكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حافظه الله ورعاه بمناسبة رعاية جلالته الدائمة لرياضة القدرة، حيث شكل هذا الدعم والاهتمام من جلالته استمرار تطور رياضة القدرة التي تعتبر من رياضات الموروث، علما بأن رياضة القدرة سجلت إنجازات متعددة جيلا بعد الآخر، وهو ما يؤكد اهتمام جلالته بتوفير أفضل سبل الدعم من أجل استمرارية تطويرها في ظل ما تقدم هذه الرياضة من إنجازات متعددة لمملكة البحرين في المحافل الخارجية. وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد للفرسان الفائزين بالمركزين الثاني والثالث في سباق 160 كيلومتر، مؤكدا سموه أن المستويات الرفيعة التي قدمها الفرسان دلالة على الإمكانيات العالية التي يمتلكونها وحرصهم على بذل العطاء من أجل إنهاء السباق في المراكز الأولى. ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد بدور الشركات والمؤسسات الراعية والداعمة للمهرجان، والذي يؤكد حرص القطاع الخاص على دعم القطاعين الشبابي والرياضي، ويجسد دورها الكبير في المساهمة بتطوير رياضة القدرة البحرينية، مما سينعكس بالإيجاب على المشاركات الخارجية.
بتنظيم مبهر من قبل الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، اختتم مهرجان كأس جلالة الملك المعظم للقدرة ببرنامج حافل ومتنوع من السباقات، إلى جانب الحماس والتنافس القوي الذي شارك به جميع الاسطبلات والفرسان البحرينيين والدوليين. المشاركون بمهرجان كأس جلالة الملك المعظم أكدوا على ما شاهدوه من تنظيم ومنافسة قوية تؤكد على النقلة النوعية في كل عام، كونها تؤسس الفرسان في جميع الاسطبلات المشاركة بشكل صحيح ليمثل البحرين في الخارج خير تمثيل، في ظل ما تقدمه هذه الرياضة من إنجازات متعددة لمملكة البحرين في المحافل الخارجية. وتميز المهرجان بتغطية إعلامية مدهشة، حيث تم نقله على قنوات البحرين الرياضية بالإضافة إلى قناة دبي ريسينج. ويأتي هذا التعاون البحريني الإماراتي في ظل العلاقات الإعلامية المتينة التي تربط البلدين في الجانب الرياضي، خصوصا في سباقات القدرة وفعاليات الفروسية، حيث سيشكل هذا النقل أهمية كبيرة في إبراز المهرجان بأفضل صورة إعلامية، خصوصا أنه يحمل اسم الفارس الأول في المملكة، حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وقد حظي هذا المهرجان بدعم ورعاية كاملة من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، نظرا لما يوليه جلالته من اهتمام لهذه الرياضة، حيث يعد هذا المهرجان أكبر مهرجان للقدرة في مملكة البحرين، وله انعكاسات عديدة على الفريق الملكي للقدرة وتطور الفرسان، مما يسهم في تحقيق أفضل النتائج في كافة المحافل. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.